عودة إليكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم الذي يأتيكم دائما عبر قناة البلاد. كنا تحدثنا في الجزء الأول عن خطاب الرئيس، أين شدد اللهجة هذه المرة على الجهاز التنفيذي وعلى كل متقاعس، أين أكد رئيس الجمهورية بأننا نستطيع تحقيق أكثر مما حققناه. الآن سنتكلم في هذا الجزء الثاني عن عودة بريق الدبلوماسية الجزائرية، نتكلم عن علاقة الجزائر مع بعض الدول الشقيقة الذي يمتد علاقتنا معها إلى منذ الثورة التحريرية على غرار دولة إيطاليا، نتكلم على طبيعة العلاقات مع إسبانيا ومستقبلها، نتكلم أيضا على ما يجب أن تدركه وتفهمه الولايات المتحدة الأمريكية من عودة الدبلوماسية الجزائرية، نتكلم أيضا قبل ذلك كله عن الرقمنة وعن البيروقراطية التي الجميع يحاربها والتي لازالت تنخر بعض الإدارات الجزائرية. كل هذه النقاط وأخرى أناقشها مع ضيفي دائما الدكتور محمد شريف ضروي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. مرحبا بكم مجددا. مرحبا مشاهدي الكريم. نعم، كنا توقفنا في الجزء الأول عند الرقمنة. الرقمنة وما أدراك ما الرقمنة. خليني أقول لك بأنه لفت انتباهي بالأمس من خلال حوار رئيس الجمهورية بأنه عبارة أن الرقمنة ستصبح واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة. نعم. مصطلح القوة هنا لماذا؟ لأن القوة لا تكون إلا مع شيء معارض أو ما لا تكون إلا مع مقاومة. نعم. القوة هذا كنا في الجزء الأول قلت لك أنه فيه مقاومة، فيه مفسدين، فيه كذا، لأن المفسدين كما قلت لك في البداية ليس فقط لموجودين في العصابة، فيه مفسدين ينتظرون وقت الحساب بمجرد ما تنكشف أمورهم، وفيه المفسد الكارثة الأكبر، فيه المفسد الثانوي الذي لا يدرك بأي شكل من الأشكال على أنه هو أيضا مفسد، يمكن أن نسميه مفسد ثانوي. هؤلاء مثلا اللي يقوم بعمليات الاحتكار، بعمليات المضاربة في قوت المواطن، ماذا تصنف يا أستاذ الكريم؟ هذا أكثر فساد، لأنه يمس بشكل مباشر القوت اليومي للمواطن الفقير. الرقمنة هي نقيض البيروقراطية، يعني تقريبا بنسبة 90%. لماذا أستاذي الكريم الرقمنة؟ الرقمنة عندما نتكلم عن الرقمنة، لأن أولا الرقمنة تعطي الأرقام الصحيح، تعطيك السرعة في التفاعل والتعامل. جيد. وتعطيك أيضا تكشف لك الفاسد من الصالح أيضا ببساطة. والمهم أنها تكشف الفوارق ما بين قراراتك فيما يخص إصلاح العديد من الـ 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 الأخطاء أو المشاكل الموجودة. لأنه إذن لماذا؟ يعارض الآن الرقمنة أو مشروع الرقمنة يعارضه أصحاب الرشوة بنسبة 90%، لأنه البيروقراطية هي بشكلها البسيط جدا، البيروقراطية هو عدم تحرك ملفك من أدراج المسؤول. خلينا نروح لك أبعد حتى من هذا، يتحرك خلينا نروح لك أبعد من ذلك دكتور الرشوة. نعم. هؤلاء الذين ما زالوا اليوم يمارسون مهام الفساد مثل الرشوة، مثل التأخير، ومثل المقاومة، لم يتعظوا من سلسلة محاربة السجون وسلسلة محاربة الفساد؟ هو يشوفها هذه أمور بسيطة. الناس المسجونين اليوم كاين الكثير والآلاف، ممكن والعشرات والعشرات اللي أصبحت روتين في حياتهم اليومية، أنه يحرك ملف لأي مواطن مقابل خدمة مادية، عمولة مادية معينة. لأنه عندما نتكلم عن الرقمنة فكل شيء واضح، عندما تتكلم عن الرقمنة من ناحية التصنيف في المسؤوليات، نفس الأرقام ونفس ما تجده لدى المسؤول على مستوى بلدية أو حتى قرية تجده عند رئيس الجمهورية وليس فقط لدى الوزير، لأنه فيه التدرج. الرقمنة تتكلم عن نظام تكنولوجي موحد يصب في خانة مركزية واحدة، مجرد أي مسؤول لديه الصلاحية في الولوج إلى هذه الإحصائيات بكبسة زر يكون على اطلاع على شيء أمامه، يعني اللي موجود من الإحصائيات لدى رئيس بلدية موجود بمراقبة ومتابعة من رئيس الجمهورية شخصيا في أي لحظة وفي أي وقت. الرقمنة أستاذي الكريم الأكثر من ذلك في إطار البناء العام، في إطار التنمية الوطنية، الرقمنة هي المنطلق الحقيقي والشامل والكامل للبناء. لماذا؟ لأنها تعطيك الأرقام والمؤشرات والدلالات الثابتة الدقيقة عن كل قطاع تتحرك فيه، يعني لا تعطيك فقط الإشكاليات، لأن عندما نتكلم عن رقمنة ليس فقط مشاكل، الرقمنة بطبيعة تعطيك الصورة الكاملة الواضحة الكاملة بإيجابيتها وبسلبيتها للقطاع أنت مسؤول عنه. نعم. حتى نختم ملف فعندما تتحرك للإقرار بأي قرار في قطاعك فأنت ستتحرك على بينة. ما يضمن أولا
ربح الوقت كما قلت والأكثر ربح الأموال والأكثر من ذلك الإنتاجية، لأنك ستتحرك من أرقام دقيقة لضبط قرارات أدق الدقيقة. نعم، خلينا نختم الملف الداخلي لنعود إلى ملف أيضا مهم جدا اللي هو ملف الخارجي، عودة الدبلوماسية الجزائرية وبريقها. لكن ما يشد الانتباه أيضا كلمة رئيس الجمهورية لما قال بأنه الجزائر مستهدف وبأنه هناك من يسعى إلى زعزعة البلاد. شفنا حملات تشويش، شفنا حملات تشكيك للجزائر منذ سنوات، خاصة خلال 3 سنوات أو 2 سنوات الأخيرتين، لعودة ديناميكية كبيرة وقوية لعجلة الدبلوماسية الجزائرية. من يستهدف الجزائر اليوم؟ أستاذ الكريم، يجب أن يفهم المواطن وأنا وأنت والجميع على أن الجزائر أصبح أعداؤها ضعفين ضعفين. ليش؟ جزائر الحبيبة أعداؤها كانوا في السابق في سنوات سابقة لثرواتها لخيراتها لامتيازاتها، وقس على ذلك الكثير. لماذا تضاعف العدد أو جاوز أكثر؟ لأن الجزائر الآن عودتها إلى الريادة الإقليمية على الأقل وتموقعها في العديد من الملفات والقضايا الدولية سيخلق، وهذا شيء طبيعي، مزاحمة، ما يسمى المزاحمة الدبلوماسية. المزاحمة الدبلوماسية سواء في القطاع الاقتصادي، عندما نتكلم عن التصدير إلى إفريقيا توجد العديد من الدول الكبرى تسيطر على الأسواق الإفريقية. إذا أنت تحركت ولديك امتيازات أكثر، امتيازات أكثر بحكم القرب، بحكم اللغة، بحكم الهوية، بحكم كذا، ستكون لديك أولوية حتى من ناحية الأسعار، من ناحية من نواحي عديدة تنافس بها المنتجات الأخرى، يعني ستكون لك الإسباقية. هذا بطبيعة الحال أستاذ الكريم سيصبح عدو في أقل درجة، سيكون منافس. لكن المنافسة لكن ما بين الدول الغربية والدول، هذا الاستهداف والزعزعة. نعم، قارنها بالأمس رئيس الجمهورية قال بأن الجزائر مستهدفة اليوم من عديد الجوانب، أو خلينا نقول حتى ربما من كل الجوانب، لأنها تأبى ولا تحب وترفض الانبطاح. نعم، والأكثر من ذلك أننا أصبحنا نرفع شموخ وعزة دول عديدة أستاذي الكريم. نحن عندما توجهنا إلى تونس أخواتنا وأشقائنا، لا نقول أنهم بدون كذا، كانوا في الكماشة كما يقال لجرهم إلى التطبيع مع إسرائيل وفرضها عليهم فردا بحكم أنه لكن الشعب التونسي الحر يرفض ذلك تماما، حتى النظام التونسي الحر يرفض ذلك تماما. لكن خليني أقول لك، لماذا قرن استهداف الجزائر بالانبطاح؟ لما؟ بطبيعة الحال لأنه كل ما انبطحت الجزائر، وهل انبطحت الجزائر؟ الجزائر عمرها أصلا هذا المصطلح غير موجود لدى الجزائر المواطن البسيط. فما بالك تجده عند الدولة أو مؤسسات الدولة أو الجيش الشعبي الوطني. أستاذي الكريم، عندما تتكلم عن الجزائر نصنف أعداء الجزائر كمثال. عندما تتكلم عن تحرك وتموقع الدولة الجزائرية في الخارج الذي أصبح يشغل كثير في الصف الأول والمستوى الأول وفي الواجهة، تجد فرنسا وإسرائيل والمغرب. لا يمكن أن تتحدث عن أي قوة أو استفادة أو إفادة الجزائر لدولة في الخارج، مثلا في قضية الملف الليبي، في تونس، في, 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 في مالي، لا تجد فرنسا ومعها إسرائيل والمغرب، لا تجد المغرب ومعه إسرائيل وفرنسا. هذا الثلاثي كل ما تكون فيه لكن الجزائر، لكن الثلاثي متنازع فيما بينه بغض النظر عن هذا، في كل لكن بين الدول متنازع العالم فيما بينه. بين دول العالم تجد المصالح تتصالح، ولكن تجد فيه دائما هل عندهم صدامات داخلية هنا في الجزائر؟ رئيس الجمهورية قال لك بالأمس، قال لك الخبرجية أستاذي. خبرجية لمن؟ لمن خبرجية؟ المستعمر القديم أول شيء، المغرب الذي يحاول شراء الجزائريين بالأموال. ماذا سيستفيد المغرب في زعزعة المنطقة؟ خلينا مش زعزعة الجزائر المغرب فقط، زعزعة المغرب نقطتين. المغرب نقطتين. ماذا سيستفيد هذا الكيان؟ يستفيد كثيرا. ماذا سيستفيد؟ نظام المخزن أولا مكلف، أصبح الآن لا يملك صفة نظام، هذه أول شيء، لأنه المخزن الآن أصبح مؤسسة تابعة للكيان الصهيوني. أدرك ما يسأل الكلام، لم يعد فيه نظام اسمه نظام المخزن بعد الاتفاقيات، يعني هو من قبل، ولكن الآن أصبح فيه مؤسسة المخزن في خدمة الأجندة الإسرائيلية في قارة إفريقيا، وخير دليل صراحة ضد الجزائر وجنوب إفريقيا لإدخال الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي.
هذه واحد. اثنين، المخزن لديه أهداف توسعية على حساب أشقائه، يعني عندما نتكلم عن مستويات أكرمكم الله الذناءة فممكن الكيان الإسرائيلي أرفع شأنا من نظام المخزن. نظام المخزن يريد التوسع على حساب أشقائه، يريد التوسع على أهل دينه وأهل هويته وأهل تقاليده، لكن الكيان نحن لا ندافع عن الكيان الإسرائيلي، يبقى دائما كيان ولا يعني لنا شيئا، يعني كثقافة جزائري ليس كعلم، كثقافة يعني شربناها مع ألبان الوالدات. نعم الكيان لا يعني لنا شيئا، ولكن بمقارنة قلت لك أنه لديه مستويات ذنيئة جدا جدا، هذه كارثة. أما عندما نتكلم إلى مستويات المستوى الثاني، فبطبيعة الحال توجد دول كثيرة أصبحت تنزعج من ما قاله رئيس الجمهورية، نحن أصبحنا نصدر الاستقرار إلى الخارج. يجب أن نضع سطرين تحت هذه الجملة. عندما قامت الجزائر بجمع دول الجوار الليبي السبعة واجتماعهم في الجزائر لأجل العمل على دعم الحوار الداخلي ولم الشمل الداخلي للوصول إلى انتخابات الرئاسة في ليبيا، تنزعج العديد من الدول مثل فرنسا وغيرها، لأنه كانت سبب رئيسي فيما تعيشه ليبيا. لكن كل عندما تتكلم عن مالي، لكن لما نتكلم على الملف الليبي، كل الطرق القديمة، كل الأساليب القديمة، كل المقترحات القديمة، كل المساعي القديمة باءت بالفشل. معناه يجب فقط أن يكون حل ليبي والذهاب إلى انتخابات. لأنه كل الحلول كانت مستوردة، وهذا مقترح جزائري وهذا مسعى جزائري، لكنه الأنجح ليس لأنه الجزائري فقط، بل لأنه أيضا فشلت كل الأساليب وكل الطرق والأكثر من الأخرى. ذلك لأنه أولا متأتي الحل الجزائري متأتي من مظلتين، مظلة الأولى هي مظلة الأمم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية، يعني الشرعية الدولية، هذا الحل الجزائري متأتي من هنا. الثانية متأتي من أخ شقيق للليبيين، يعني نفس العقلية نفس الذهنية نفس التفكير، لذلك أنا أعرف ما يريد أخي، أعرف كيف يفكر أخي، لذلك أعطيك الحلول التي تناسب البدلة أخي، يعني أعطيك الحل من البيت ليس مستورد. كل الحلول التي أتي بها إلى ليبيا أتي من الخارج، من سويسرا ومن ألمانيا وغير ذلك. صح. الجزائر قالت بشكل بسيط جدا، نريد أن ننطلق في الحلول من الداخل وليس من الخارج. أستاذي الكريم، ننطلق من الحلول لا يكون فيه لا الألماني ولا الإنجليزي ولا الفرنسي ولا الإيطالي، نريد الليبي من طبرقة ومن طبرق، والليبي من فزان، والليبي من بلغازي، والليبي من الزاوية، والليبي كذا، هم اللي يجتمعوا. نحن نحضر كمراقبين كضيوف شرف، كما يقال بالعامية نضيف كلمة خير للجمع والصلح بينهم. هذا ما قالته الجزائر أستاذ الكريم بتعريف بسيط. عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى بريقها، إلى الوضعية الدبلوماسية الحقيقية، عودة الحركية الدبلوماسية خاصة خلال السنتين الأخيرتين، شفنا زيارات داخل وخارج الجزائر، زيارات عديدة وعلى مستويات عالية، ما السر في هذه العودة؟ أولا لأننا قدرنا قيمة أنفسنا وقيمة الجزائر، لأنه أستاذي الكريم هذه القوة وما يتخوف منه، أنا قلتها سابقا أن الجزائر إذا استمرينا على هذا المنحة مدة أخرى بإذن الله لن نعود نطالب بالريادة الإقليمية، سنعود نطالب بالسيادة الإقليمية. نحن عندما نطالب بالريادة أو بالسيادة ونعمل لها، نحن نعمل دائما وفق القانون وفق الشرائع الدينية والأديان، نحن نجمع كما قلنا نسعى للاستقرار لكل الدول، سواء كان عربي من ليبيا وموريتانيا وتونس وغيرها، سواء كان إفريقي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها، سواء كان عربي من خلال قمة عربية ختمناها وقلنا نريد اتحاد وتكامل كسد منيع، هذه الكلمة لم يتوقف عندها الإعلام، كسد منيع، سد منيع ضد أي شيء، ضد تكسير الوحدة العربية والأمة العربية والقيم العربية التي دائما تتكلم بها الجزائر، حتى استعدت من خلالها بعض الدول أكثر منه أنهم أصبحوا أشقائنا. نحن عندما نتحرك في الملفات دائما نتحرك وفق ما يخدم مصالح ذلك البلد أو لا نتحرك. عندما تحركنا إلى مالي كدولة إفريقية برئاسة وزير الخارجية لعمام رابع اعتباره رئيس لجنة السلم والميثاق، تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة للأمم الإفريقية، بعدها مباشرة يخرج مجلس الأمن الدولي وكفارقة دبلوماسية يقول أنه من يعارض تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن
عن الجزائر 2015 سوف يحاسب ويعاقب وغير ذلك، لأنه الجميع أدرك على أنه الحل في القلب الإفريقي مالي يجب أن يكون بناء على المخرجات الجزائرية التي أعطت حلول ذات طابع تنفيذي وليس طابع سياسي، طابع تنفيذي. هؤلاء خارجين عن القانون، صنفوا إرهاب، صنفوا كذا، يجب دمجهم المصالحة ثم دمجهم داخل الجيش. كأمثلة عن قوة المقترح الجزائري. نعم. المقترح هذا مؤثر، وعن مكانة وعن دور الجزائر الذي تلعبه أخيرا في أخيراً قرار الواحد لما مليار دولار. على 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 أوروبا، خلينا نقول بأنه كل مرة الفرصة كلما جاءت وكلما تحدثنا عن الدبلوماسية الجزائرية وعلى العلاقات الجزائرية مع أوروبا إلا وذكرنا إيطاليا وبعد هذه العلاقات التاريخية. نعم. هل العلاقات الجزائرية الإيطالية اليوم تزعج بعض الأطراف؟ ناخذ التعبير أقل، يلا. هو الأول بمصطلح جزائر هو الغيرة، كانت دول تسعى لأن تكون العلاقات الجزائرية الإيطالية الناس غيرة منها. أكيد. علش؟ لأنه إسبانيا مثلا كانت في ظل هذه الأزمة، ورغم الأسبقية اللي كانت عندها في قطاع الطاقوي مثلا مع الجزائر، كانت تتمنى أنه كل هذه الحصرية، كل هذا التوجه، لكن أخطأت في حق الجزائر بطبيعة الحال. هي تدفع الثمن. الشعب الإسباني هو الذي يدفع الثمن إن اليوم أو غدا. نعم. فعندما يقومون بدراسات ويلاحظون مثل ما تستفيده إيطاليا من خلال الوصول بمستوى التعاون مع الجزائر إلى التحالف استراتيجي، التكامل الاستراتيجي، أصبحت تتمنى على أنه ما حدث لم يحدث. عندما تتحدث فرنسا التي كانت لها في عقود الأولوية دائما في الاستفادة من خيرات ومقدرات الجزائر عن طريق السلك السياسي دون الوصول إلى القطاع الدبلوماسي الاقتصادي والقانوني، بجرة قلم كانت تأخذ صفقات كبرى، راح كل شيء، لأنه السلطة العليا قال لك مرحب بفرنسا على غرار كل دول العالم، ولكن تحت مظلة القانون المستعمر والدولة المستعمرة، القانون ودفتر الشروط هو الذي يحكم كل ما تقدمه فرنسا. لا. على غرار باقي الدول. صحيح. يمكن أن نقول الآن وبلا فخر على أنه إيطاليا أصبحت بطارية أوروبا من خلال علاقاتها مع الجزائر. بدعم من الجزائر. وهذا هو الذي يزعج عديد الدول على غرار إسبانيا، فرنسا وغيرها. لأنه مصطلح التبعية، مصطلح التبعية جد خطير حتى ما بين الإخوة. فيه ما يقال الكثير، يعني تجد الفرنسي أو الإسباني أو الألماني تابع لإيطاليا، فيبقى دائما نوع من المساس بالسيادة والاستقلالية وغير ذلك. لكن نعم. احنا علاقتنا مع إسبانيا، لا الجزائر متسببة في قطع العلاقات، ولا الجزائر تريد قطع العلاقات، ولا الجزائر من طبعها وعقيدتها الدبلوماسية أنها تقطع العلاقات عادة مع الجار الغربي الذي تسبب في كثير من الأذية والتي تسبب في كثير من المشاكل. إسبانيا هل اليوم خاصة في منذ أو الأسبوع الماضي خطابهم وحديثهم بأن الشعب الإسباني وحتى الحكومة الإسبانية أحست بالخطأ تجاه الجزائر؟ خطاب رئيس الجمهورية بالأمس بأن الجزائر ما عندهاش عداء، ما عندهاش إشكال مع إسبانيا، هل سنرى حلحلة في الأيام القليلة القادمة والأسابيع القليلة؟ لا يمكن. احنا قلنا في البداية كان من أرائنا قالوا الجميع أنه سوف تتراجع إسبانيا عن قرارها وكذا. الجزائر واضحة على أنه إسبانيا أضرت بعلاقتها مع الجزائر من خلال قرارها المفاجئ، وأيضا زاد قالت أنه تم باستشارة الجزائر فيما يخص ملف الصحراء الغربية، وخرجت عن تراجعت وخرجت لن تتراجع. لو كان باستطاعتها أنها تتراجع كانت تراجعت السنة الماضية، لن تتراجع لأنه هذه ستوصم بالنسبة لهم، هذه كل إنسان بطل في بلده. فلو تراجعت يقال على أنه إسبانيا أهينت، إسبانيا ذلت، إسبانيا كذا. وأكثر من ذلك، هو ستتحلحل هذه القضية وبشكل نهائي بمجرد ما انتهاء عهدة حكومة شانشيز والمجيء بحكومة أخرى. سوف تعاد الأمور بطريقة آلية، وكن متأكد بطريقة آلية إلى نصابها الذي كانت فيه سابقا، ولن تقول الحكومة الإسبانية القادمة أكثر من جملة واحدة على أنه إسبانيا تعود إلى ما تقره الأمم المتحدة. نعم. في ظل هذه المتغيرات، لا تخلق أي عدو. في ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، في ظل ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية
جراء كوفيد 19 في ظل ما يعيشه العالم من أزمات خلينا نقول أيضا طاقوية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أتمت عامها الأول منذ يومين. العالم أيضا تحكمه أقطاب مثل روسيا مثل الصين مثل أمريكا. علاقة الجزائر مع روسيا معروفة وعندها تاريخ وبعد تاريخي كبير، علاقتها أيضا مع الصين وبعدها الاقتصادي والاستراتيجي معروفة. العلاقة الجزائرية الأمريكية، كيف تنظر اليوم أمريكا إلى الجزائر في ظل كل ما تحدثنا عليه من متغيرات؟ أمريكا أستاذي الكريم تنظر للجزائر على غرار كل دول العالم بنظرة واحدة، هي أين مصلحة أمريكا مع الجزائر؟ لأنه أمريكا أثبتت العقود من الزمن على أنه أمريكا لا ليس لها لا صديق دائم ولا عدو دائم، لديها مصلحة دائمة بعدها تنتهي المصلحة تنقلب الأمور، لذلك تبحث دائما عن مصلحتها مع الجزائر. الجزائر أيضا دائما بمبدأ الندية الآن مبدأ الجزائر عدم الانبطاح أكيد من رأس ديما مرفع. هذا المصطلح غير موجود، احنا يقول لك يقول لك انه رجليه في الطين وهو يقول قين يعني مثال انه رجليه غارقين وهو يغني هذا هو الجزائري النيفو الخسارة كما يقال. ولكن الآن النيفو الخسارة هذا لازم ان يطبق في الواقع. اليوم النيفو الاستراتيجية، النيفو الاستراتيجية، النيفو التكامل، النيفو التكامل يجب ان نتكامل اكيد سنوات الظلام سنوات السواد سنوات الحرب سنوات خلص يجب ان نتكامل، نتكامل مع بعض، نتكامل مع مؤسسات الدولة، نتكامل مع الدولة، نتكامل مع اهداف الدولة، كل هذا لبناء الدولة الجزائرية. لأنه كما قلت قبل قليل هؤلاء أعدائنا إذ تراجعت ولا قدر الله الجزائر إلى الخلف أو تعثرت فكل هذه ستتكالب عليك وفق مبدأ الانتقام. لذلك يجب دائما أن نتقدم إلى الأمام، إلا أننا لم نتقدم خطوة على الأقل نستقر، ولكن دائما نسعى إلى أن ننمو ونتقدم إلى الأمام. لأنه الآن العالم الدولي، العالم الإيديولوجيات الدولية بدأت في مرحلة المخاض، نقول على أنه ستنتهي القطبية ويكون فيه قطبين، يمكن أن يكون هذا، نقول على أنه القطبية ستنتصر وتعود وتتوحش أكثر، ممكن هذا، في ظل عالم تشوده الضبابية كبيرة جدا جدا. الحديث عن انهيار أمريكا وغير ذلك شيء مستحيل، حتى إذا كان سيكون بعقود. نعم. لأنك تتكلم عن دولة من يتكلمون هكذا. نعم. هي مراقبة دبلوماسية وقت البرنامج يشير للزملاء بأنه قرب على الانتهاء. خلينا نعود إلى الشأن الداخلي خلال هذه الدقيقتين المتبقيتين. رئيس الجمهورية أيضا بالأمس قال بأنه عدوي الأول اليوم وعدوي الحالي هو التنمية. لما نتكلم عن التنمية، التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية، بدأنا نتكلم نعم عن وقرنها أيضا بأنه أعطى ضمانات كثيرة، ضمانات كبيرة للمسير المحلي وللمسؤول المحلي من أجل عدم تجريم التسيير الإداري، عدم تجريم التسيير. نعم. إذن توفير الإمكانيات المالية والمادية، هذه الضمانات، وبعد علم المسؤول اليوم من الوالي إلى رئيس البلدية إلى المدراء التنفيذيين إلى الحكومة قبل ذلك بأن العدو الأول اليوم للجزائر ممثلة في رئيس الجمهورية هو التنمية، ما الذي سنشهده خلال الأيام القليلة القادمة دكتور داروي؟ يعني أي شخص، أي مؤسسة، أي هيئة، أي هيكل يستطيع أن يتكيف مع التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية يتفضل، أي شخص يتفضل يجب أن تكون له نفس السرعة مع الرئيس، لأنه إذا كنا نسير رئيس يسير بسرعة 120 والثاني يسير ب30 فبطبيعة الحال هذه ليست مسايرة بل هذا عرقل. يعني عرقلة أكثر منه إضافة. عندما نتكلم عن الداخل الجزائري قلت لك يجب أن يتحرك الجميع، الدولة لا تبنى فقط بالحكومات، الدولة فقط لا تبنى بالوزراء، لا تبنى بالولات، الدولة تبنى بكل أبنائها رجالا ونساء. نعم. والطلبة وكل شيء. الجزائر بدأت أستاذي الكريم تخاطب الشعوب، رئيس الجمهورية قال لك أنه نحن نصدر الاستقرار، وأيضا عندما تتكلم عن 1 مليار دولار نعم. فهي موجهة للشعوب الإفريقية وليست للحكومات، لأنه هذه دبلوماسية الإنجازات. نفتخر بمكانة الجزائر دبلوماسية ومكانة الجزائر دولية اليوم، ونتمنى لها الازدهار داخليا. دكتور محمد شريف ضروي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، شكرا لك على حضورك معنا اليوم، وشكر كبير لكم أنتم أوفياء قناة البلاد في كل مكان. إلى موعد آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.